سفينة المحروسة، سفينة محروسة مش المحروسة من غير ألف ولام، وهي السفينة اللي ركبها معظم حكام مصر وبدأت من عهد الخديوي إسماعيل اللي فتح بيها قناة السويس، وأيضا السادات فتح بيها قناة السويس. وأنا بالمناسبة في 5 يونيو 75 كنت على نفس المحروسة لما افتتح السادات قناة السويس، طبعا كنت صحفي صغير أيامها يعني.